بسم الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بإذن الله نحل معاكم تدريبات كتاب أصول الدين من كتاب المرشد، ومع أول فرع، فرع التوحيد، هنحل الدرس الأول الصفات السلبية من صفحة 7 تدريبات الدرس الرابع صفات القيام بالنفس. هو بالنسبة لك الدرس الأول، بيقول لي أول صفة معاك من الصفات السلبية هي صفة القيام بالنفس. يعني إيه قيام بالنفس؟ أولا الصفات السلبية تعريفها هي كل صفة تدل على نفي أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، عشان تعرف يعني إيه صفة سلبية. بيقول لي عرف صفة القيام بالنفس. القيام بالنفس هو قيام الله تعالى بنفسه، يعني معناه عدم احتياجه تعالى إلى موجد يوجده. الله سبحانه وتعالى ما احتاجش حد يوجده، احنا كل واحد مننا احتاج أبوه وأمه عشان يوجدوه في هذا الكون، وقبلهم الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لهم أن ينجبوا هذا الطفل وهو الذي أوجدهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينطبق عليه ذلك. عدم احتياجه تعالى إلى موجد يوجده، وأنه غني عن كل شيء سواه، بل كل ما سواه مفتقر إليه. يعني أي حد غير الله سبحانه وتعالى مفتقر لله سبحانه وتعالى، يطلب من الله سبحانه وتعالى، عايز رزق تطلبه من الله، عايز ولد، عايز زوجة، عاوز نجاح في الحياة، أي حاجة هتطلبها من الله سبحانه وتعالى. يبقى عارف صفة القيام بالنفس، عرفت أنا صفة القيام بالنفس. طيب عايز الدليل النقلي، يبقى آية يا حديث. دليل نقلي يا آية قرآنية يا حديث شريف. الدليل معايا هنا في آيتين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دي من سورة فاطر. وقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين. دي من سورة آل عمران. ده الدليل النقلي. طب إيه الدليل العقلي؟ الدليل العقلي أنه تعالى لو كان محتاجا إلى موجد يوجده لكان فقيرا ناقصا. لو هو كان الله سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك، لو كان محتاج أن حد يوجده يبقى هو كده في نقص، زي ما أنا ما كنت محتاج أن حد يوجدني يبقى كده في نقص وليس صفة كمال. ولو كان فقيرا ناقصا لم يكن إلها. يبقى هو لو كان فقير ناقص محتاج ليوجده مش هيكون إله، لأن الإله لازم تتوفر له كل صفات الكمال. يبقى قلنا الدليل النقلي وقلنا الدليل العقلي. طيب بيقول لي ما ضد صفة القيام بالنفس؟ ضد صفة القيام بالنفس هي النقص. طيب ما حكم هذا الضد بالنسبة لتعالى؟ حكم النقص مستحيل على الله تعالى سبحانه وتعالى. طب ما حكم هذا الضد بالنسبة لتعالى؟ حكم النقص مستحيل على الله تعالى، لأن الله تعالى هو غني عن العالمين. طيب على ما استدل العلماء بالآية الآتية، بيقول قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الآية دي استدلوا بيها كدليل نقلي على صفة القيام بالنفس، أن الله سبحانه وتعالى غني عن أي أحد، مش محتاج لحد خالص. طيب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. ضد القيام بالنفس الاحتياج إلى الغير، ده ضد القيام بالنفس. حكم صفة القيام بالنفس بالنسبة لله تعالى واجبة. صفة القيام بالنفس من الصفات السلبية. يعني سلبية يعني كل صفة تدل على نفي أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب بيقول لي ضع علامة صح من العبارة الصحيحة وعلامة غلط من العبارة الخطأ فيما يأتي. من صفات المعاني القيام بالنفس، غلط، مش من صفات المعاني، أما من صفات إيه؟ من الصفات السلبية. قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، دليل نقلي لصفة العلم، هي دليل نقل لصفة العلم، غلط، لصفة القيام بالنفس. يحتاج الله إلى موجد يوجده، غلط، ده اللي محتاج لموجد يوجدني، أما الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك فهو لا يحتاج إلى موجد يوجده. الله غني عن كل شيء سواه، بل كل ما سواه مفتقر إليه، صح، وده دليل القرآن الكريم: فإن الله غني عن العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب أكمل الفراغات الآتية. ضد القيام بالنفس
الاحتياج للغير وحكمه مستحيل على الله سبحانه وتعالى. صفة القيام بالنفس معناها عدم احتياجه تعالى إلى ذات يقوم بها. لو كان الله تعالى محتاجا لموجد يوجده لكان فقيرا ناقصا، ولو كان فقيرا ناقصا لم يكن إلها. وكده تكون انتهت التدريبات بتاع أول صفة اللي هي صفة القيام بالنفس. وانتظرنا في تدريب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.